مساء الخير عليكم جميعا. اكيد قد فطرتوا، وذي ما قد فطروا يفطروا، وذا بيبسلها في رمضان او غير رمضان، مثلا اذا شافها في غير رمضان ما نقول له شفطرتوا، تعشيت، تغديت. المهم كلها حول الاكل، يعني كلها في هذا الموضوع. بس هذا حلقتنا مش على هذا الموضوع، حلقتنا حول قضيه او موضوع الابناء او تربيه الابناء. الحرب مع الحوثي لن تنتهي ما دام معه وجود، صحيح؟ من هو وجود الحرب هذا؟ ابناءنا. لو كل واحد اهتم بابنه وقطعنا عليها الوقود، قطعنا عليها الطريق في هذا الحرب، إنها انتهى الحرب من زمان. في ظل الخسائر البشرية الكبيرة التي تتكبدها ميليشيات الحوثي على مختلف الجبهات، يواصل الحوثيون البحث عن مقاتلين جدد لتدعيم صفوفهم. ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن تستمر، وأطفال ما بين سن 14 و18 تدفع بهم الميليشيات إلى خطوط المواجهة الأمامية تحت الضغط والإجبار. البعض يعتقد أن مهمة استعادة البلاد واستعادة النظام الجمهوري أنها متعلقة أو مسؤولية الحكومة اليمنية فقط أو الأصدقاء والدول العربية. هناك مهام يجب أن يقوم بها الجميع، سواء اليمنيين اللي داخل البلد أو اللي خارجها. ينتبه أن بيروح أن بيجي أن بيطلع أن بينزل، هذا بالنسبة للي داخله. اليمني اللي في الخارج يربي ابنه، يعلم ابنه إيش معنى إيش الموجود في اليمن، ويفهمه أنه هذا حرب وأن الحوثي محتل، وأنه لازم تربي ابنك حتى ولو انت خارج سيطرة الحوثي، لازم كل واحد يربي ابنه، لا يركنش ان قد الابن خلاص كده في الجيب، لازم تعلمه وتربيه وتفهمه ان الحوثي هذا غلط والحوثي هذا كذا ودا دا 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 دا. اما الذي في مناطق سيطرة الحوثي فهؤلاء عليهم مسؤولية اكبر، لان الحوثي بياخذ ابنك بياخذه الا اذا انت انتبهت، لان الحوثي بياخذ ابنك بياخذه. مصادر حقوقية في محافظة إب أكدت اتساع ظاهرة خطف الأطفال في مناطق المحافظة واختفاء العشرات منهم من الشوارع والمدارس بصورة مفاجئة، ومن ثم ظهور أعداد منهم في جبهات القتال أو في سجون الميليشيات الحوثية. الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي، الجوامع، المحاضرات، السيارات، كلها بتقول لابنك تعال قاتل. إذن كل واحد ينتبه لابنه. تعرف جيدا أنهم يدرسوا في المدارس معتقدات خطأ، الصرخة، الشعارات الطائفية، المعتقدات العنصرية، هذه كلها تحول أبنائكم إلى عبيد. ركزوا يا أخواني، لا تقبلوا بأن يحولوا أبنائكم إلى عبيد للسلالة. أنتم أحرار، خلقكم الله أحرار، لا تقبلوا بأن يتم تحويل أبنائكم إلى عبيد ما لهمش حتى السلطة أنهم يرفضوا، ما يحولهم إلى عبيد يتلذذوا بالعبودية. المفروض أول ما يرجعوا من المدرسة يجب على الأب والأم والأخ أن يجلس مع الأولاد ويقول له هذا الكتاب المدرسي أش قريت، أيوري هذا، يقول هذا خطأ وهذا صح، يفهمه يقول هذا بتدرسه علشان تنجح، لكنه غلط يا ولدي. إحنا الآن في احتلال، والاحتلال الحوثي هذا جاب باسم آل البيت، هذا بيفرض علينا أن إحنا نقرأ هذا، أنت قرأه، فهم ولدك، فهمه فهمه ذكي، وقول له يا ولدي بس لا تقول للناس أن أنا بنقول لك، لا تقول للحوثي أن أنا بنقول لك هذا الكلام، لو يدرون أنا بنقول لك هذا الكلام عايقتلوني ويقتلوك. فهمهم على أساس تحافظ على ابنك، فهم إن ما بيش حاجة اسمها سلالة مميزة، ما بيش حاجة اسمها الولاية، ما بيش حاجة اسمها حصر الحكم في آل البيت، في البطنين أو في البطن أو في الظهر أو في هذه جماعة تمارس الظلم، هذه كذا هذه كذا، هؤلاء صحابة، هؤلاء من أصحاب الرسول، هؤلاء رباهم الرسول. يعني يجب أن تعلموا أبنائكم المفاهيم الصحيحة، لا تصدقوش الشعارات، قولوا لهم لا تصدقوش الشعارات، ولا تصدقوا المفاهيم الطائفية والشعارات التي تعزز الكراهية بين الشعب اليمني، وهذا دي في ماره مننا فينا، هو يمني وأخونا، مش لا هم شي إسرائيليين ولا هم كذا ولا هم كذا، كلنا يمنيين، وذي في السعودية جيراننا وأصحابنا، والدول العربية هذا أصدقاء، وكل اليمنيين أخوة، ما بيش حاجة اسمها مرتزقة وعملاء غير الحوثة، ما بيش حاجة اسمها دواعش غير الحوثة. كل هذا أكاذيب الحوثي الذي جاءوا بها من إيران. زعيم ميليشيا الحوثي قال في خطاب متلفز إن جماعته تقيم علاقات واضحة مع طهران، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد عودة البعثة الدبلوماسية الإيرانية لصنعاء. ومن هذا القبيل أستاذ محمد، وإيش واجب رب الأسرة يعمل علشان يحافظ على أبنائه؟ كذا قلت لك يا بصير، يجب على الأب أن يراقب ابنه أول ما يرجع من المدرسة بأسلوب حالي، ويزبج معه هو ويقول له يا ولدي لا تصدقش هذه كذبة، ويضحك هو وهؤلاء هم بيضحكوا عليك. تعرف من هو هذا الهادي الرسي؟
هذه بتدرسك في المدرسة، قل له يا ولدي هذا الرسيدي بتدرسه، هذا هو دي دمر اليمن، هذا هو دي يشتي يحكمنا، ودي يدات سلالة، ودي يدات هذا، وكله هو المشكلة من تحت رأسه، وهذا دي بيبزوا علينا من الخمس، دي بيبزوا علينا من المحل باسم الخمس ولا باسم الضرائب، هم بينهبوها، هذه هي النهب يا ولدي، بيفعلوا هذا. لكن يا ولدي ذاكر مشان الدراسة، لكن القضية واحد اثنين ثلاثة، هم وهم 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 فهموهم يا أخي، مثل ما كانوا يفهموا عيالهم عدم جهال. أنت سيد، أنت الأصل، أن أنت الحاكم، أنت المفروض أن أنت تحكمهم، هؤلاء ما هم شيء، أنت المفروض أن أنت السيد، وهؤلاء كلهم بيشتغلوا عندك، هؤلاء سرقوا الولاية على جدك، هؤلاء فجا فجا جا 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 جا. حلموا عيالكم يا أخي، كل واحد يبهل نفسه، مش من شان شيء لا يقتلوه عليك. يجب أن يكون الأب متفهم، يعالج الأفكار لدى أولاده من خلال النكتة ولا من أي طريقة، في نفس الوقت يوضح لها الأفكار بطريقة ذكية وتعالج الأفكار الخاطئة، ولكن تكون طريقة نقاش مع بين الأب وابنه بأسلوب حالي، مش يجي له بالأمر فاهمه. قلها يا ولدي أنا وأنت كنا عايشين، وأبي وجدتي كانوا عايشين عند الإمام، مش أحكي لها القصة، أحكي لها بقصة بقضية قصة، أقول كان زمان جدي وهذا ما يلقوش يأكلوا، لأنه كانوا يحكمهم أهل البيت، ما كانوا يلقوش يأكلوا، ما كانوا كذا كذا، كانوا يشتي يحكمونا. تلها قصص، تلها حاجة يستفيد منه. الحوثي إيش يعمل؟ يصيروا يبصروا لأشي ولد مهمل، أو يبصروا الولد يبوه بيضربه، أو دي هم ما طلقت هي وابوه أو مشرد، تعالوا يمكنوا، تعال واحترام، يستقطبوه ويسمعوا له كلام زعمهم يهتموا به، ويدوا له بندق، قد يدوا له طقم، قد يدوا له كذا، وخلوه يدوا يفعلوا في نقطة، ويقولوا له أمر ويفعلوا له. المهم لا ما يفعلوا به للجبهة القط، ما يردوه لك إلا مصنطق. هنا عندما يدوا لك مصنطق قدوا الشهيد وأنت أبو الشهيد، خلاص الآن يسحبك جنبه، ما عادش هو وحده، فهمت؟ الحين يسحبوا الوليد وأنت بعده مباشرة، لأنه أنت أبو الشهيد، أش عتقول إلا لأنت واعي تقول هذا وكلب صدق الحوثي وراح معه. لا أنت تقول بني شهيد وهذا يقول الله انتبه، انتبه على نفسك. وبعدها كيف تسخى على ولدك تريح الجب؟ مثلا أنت هذا ذي بيستقطبه، أنا أكلمك أنت يلي تبز ولدك وبيدك وتسرح الجبهة، وأنت أب موجود وأم موجود، أشتي أسألك سؤال، كيف تسخى؟ عندنا الواحد عندما يبز ولده يريح يشتغل في عمل بعيد، أنه يفتجع عليه، يفتجع عليه من الخارجية، لحد يدك، لحد يشل، لحد يبدأ، لحد هو ولدك يا هو ولدك، تبزه يديك، تبزه بيدك، لا عند الحوثي، واش عاد تقول الرحمن الراحمين، هديته لأهل البيت، الله عليك وعلى أهدى. دحين راجع نفسك، بصير كفت دحين سكار الدول لك من الجبهة، هتلقى صعوبة صعوبة كودن ترده. يا أخي ما تخاف على ولدك، إنه قد يمكن يجوع، قد يمكن أحد يغثيه، هذا جاهل جاهل، كم عمره؟ 14 15 حتى 20، بعيد عنك، تق الله، في حرب، حرب الواحد قلت لك بيفتجع على ولده، لا رايحه غربة، ما بالك بحرب. واحد من آلاف الأطفال الذين تأخذهم الميليشيا الحوثية الإرهابية من المدارس إلى المتارس، حيث أخذته من قريته في هران بمحافظة عمران وزجت به في جبهة صرواح. الحوثي ما يهمه لا ولدك ولا ولدي ولا أحد، قصدة الله، قصدك أنه بيحافظ عليه، أنه هذا يا عيب إحنا بزيناه علشان أنه يقاتل ويرجع بسلام، لا يقع فيه دحس. أش فيه؟ يقول له يلا على 10-10 ساعة الحرب الإيرانية، الغام يقول له ادخل، أنت من تخلق الجنة، أش تجي ترجع يقتله. إيش قصتك يعني إنه يشتي من ولده، من ولدك حاجة يعني ثانية؟ أنت قصتك إنه يشتي ولدك إنه يرجع له عندك وإنه في خير بولده؟ لا، هو يشتي يا أما ينتصر به ولا إيش، ولا يموت ويحارب وداك ودا أخوه ودا عمه ودا وتعمه، هو عايكسب في كل الحالات، لأنه كلما ماتوا يعني بالنسبة له شو هذا، ارتفع سقف مطالبته، على أساس يقولوا مات على الحوثي فلان ونص كثير. بعدين شوف لاحظ هم ما يعجبهم شو يقدم كبار قوي، هم يركزوا على الأطفال، اشتوا الأطفال يمشي كيف ما يشتوا. أستاذ محمد إنما اشتوا الصغار ليش والكبار كيف ما ينفعوش ولا؟ لا هو يشتي ناس يسيرهم على ما يشتي، والطفل هو يمشي على ما يشتي، الكبار عاد عيسألوا وهؤلاء كيف ندخل وهاشتوا سلاح وشتوا مدري إيش. أما إذا كان طفل عيب الزه يموت، عيب الزه على طول يموت، حتى لو الطفل ما يصير يقول ما شزعش
عيل طمله ما يحرف صابر، اما الكبير ما عيل ما عتل ما يتقاتل هو. الحمد لله انا ما تزوجت معناها ما عادش معي عيال. وشي واحد ما عيال ويبط. لا خطأ، اذا انت تتعامل بهذا النظريه انه ما بيش معي عيال، الحوثي حيستمر كل الاطفال عيالنا ونستفيد من قتلهم من الحوثي. علم اقول له انت صاحب الارض، هؤلاء تبع ايران، هؤلاء كذابين باسم آل البيت ايش يحكمونه. لا تسلم ولدك للحوثي، لا يعسكره ولا في دوره ولا شيء، لانه حيرجع من عند الحوثي وما عادش ولدك، واحتمال انه يقتلك. جرائم قتل مروعة تنفذها عناصر ميليشيا الحوثي العائدة من جبهات القتال بحق أهاليهم وأقاربهم بعد أن تمكنت الميليشيا من غسل أدمغتهم وتحريضهم حتى على آبائهم في مناطق سيطرتها. عقب دورة ثقافية تلقاها في أحد المراكز الثقافية، أقدم أحد عناصر ميليشيا الحوثي في محافظة المحويت على قتل والديه بحجة أنهما على ضلالة ويرفضان اتباع نهج الحوثيين. أقدم مسلح من ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثي على قتل والده بمحافظة إب وسط اليمن في جريمة وحشية مروعة هزت المحافظة وعموم الجمهورية اليمنية. ركزوا، مش إحنا ساع زمان، أيام زمان كانت الجمهورية عادي الواحد يقول لولده أنت رايح مؤتمر وأنت رايح إصلاح وأنت رايح اشتراكي وأنت رايح، لا هذاك زمان يمكن جمهورية يمكن ديمقراطية، الحين ما فيش. العيال كانوا يريحون نفس هذاك يريح اشتراكي ومؤتمر ويتصايحوا وراحوا خزنوا جمعة وتغدوا جمعة، ما فيش قتل ومكتالة. أما هذا ما فيش، أنت معي معي، ما فيش حاجة اسمها أنا حوثي وأنا مش حوثي، خلاص حوثي بس. أستاذ محمد ما يجوز ما يجوز ما يجوز، هذا أنت تصط عن سبيل الله، أنت تصط عن سبيل الله. والرسول قال نصرت بالشباب، وسيدي مثل جده مثل جدي رسول الله يطلب الشباب. يعني اذا انت هذا الحين انت الان عندما تقول لهم كل واحد يحافظ على ولده وبعده من عن حارب بالشيبات ما ينفعش. وانت وين عيالك يا قواك؟ عيالي خلها لك على الله، واحد في امريكا بيدرس، واحد بيدرس طب، واحد بيدرس هندسه، واحد بيدرس يا ما بيش نصيب ان هؤلاء العيال مدري ما لهم عصوان، عصوان المفروض يروحوا يجاهدوا. وبعدين داريهم خلوهم يدرسون، قد بيدرسوا يا اخي بيدرسوا، احنا نشتي عيالكم انتوا اللي ما بيدرسوش. حتى الهواشم حتى اكثر الهاشميين بزوع عيالهم بالصميم، حتى هو ما يشتيش، يقول له هيا انت هاشمي تشتي احترام تشتي تتا تشتي تتا، انت الولايه وانت تتا، واحنا لمن بنقاتل؟ على من بنقاتل؟ هات عيالك. حتى عياله وداله مسمار وثبت أبوه. كل واحد ينتبه لولده. الحوثي لا يسرق، قد سرق دولتنا، قد سرق مؤسساتنا، قد سرق غازنا، قد سرق بترولنا، لا عاد يسرق عيالنا. سلام عليكم. أغا أيوة حب على سلامها. الله يسلمك بالعافية. وليش عاد لبستوا جهاز؟ عاد يعني بس العصيب النبي الزوار، الزوار كثير الزوار. أنت مريض، أنت مريض. أنا مريض مريض. فين العملية الحين بالضبط؟ العملية أنا يعني ما عملية كذي، عملية في الإنسان. أنا ما يقعد لا تدروا أين العملية. لا غسلينا بس سألت ضمن على صحتك. آه يقعد في والله ما إيش ما إيش مركز يعني قوي. آه. جلس سوا جلس سوا فتن. آه. جلس سوا. العملية. فينا. ها لا في صبري. ها. عموما خير، وين جبناك ليش فلتك؟ ابني فلتني. مالك؟ صدر. ايوه كيف حالك انت؟ عند ابنك؟ اين ابنك؟ ابني عادوا جاء من الدوره امس، راح دوره. انما هذا الوليد سبحان الله العظيم ما اطيبه وما احلى. انت داري انا محافظ عليه من حين ولد، عقيدته سليمه، انتمائه يعني لحبه للوطن وحبه للدين ولاخوته ولابوه ولامه ما شاء الله تبارك الله. وحافظت عليه في الصلاه، حافظت عليه من السينما، أنا داري من السرسرة، داري من الطرطرة، حافظت عليه في كل شيء. الحمد لله لا يسكر ولا يسرق ولا يفعلهم كلهم. الحمد لله. 25 سنة. 25 سنة. وجيت تحرمه في 3 أشهر. كيف يعني؟ سل يعني حافظت على 25 سنة والآن 3 أشهر هذه ضيعت فيها. كيف ضيعت؟ حق الدورات هذه. ليه تخرجها الدورات ليش؟ دورات ثقافية.
من قال لك من قال لك اني دوره ثقافيه ثقافه ايش انت تريد بيروحوا دوره هؤلاء كلهم كلهم من هذا القصص اللي بنسمع 70 قصة قصتي هذا قتل ابوه وهذا ضعن ابوه وهذا ضرب امه وهذا انت ما تعرف ولدي طاعه طاعه سبحان الله العظيم على طاعه فيه هو المشكله انهم هكذا بيبدعوا كانوا مضايعي لوالديهم محافظين على الصلاه وذا ولا ما خرجوا مع هؤلاء الجن انا ما هو ايش بيفعلوا بيقتلوا ابوه بيقتلوا ابوهم والله قتل ابوه واحد قتل ابوه ليش قتل ابوه قتل ابوه ليش وهذا طعن الطعن طعن على ايش هذا سبه سيد انه سبه سيد لا ما شيء كان ما شيء جرب آه شيء انا اقول لك لا تكذبني ولا تصدقني ان ولدي مثل البرده عرفت البرده ما هو برده برده بس قد حميته حميته البرده هذا قد قاعد غليفه فوقك الحين ايش علي جرب أنت جرب لو ما يجي وقول ما رأيك لو أسب سيد أنا ما أسب شو سيد نغير جرب هكذا جرب بس إحنا حوذا تمام أنت حوذا أنا داري أنت حوذا بس والسيد هذا عندنا حاجة كبيرة الله ينصر الله منصر يا رب تمام 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 أنا أحبه يا أخي أحبه يمكن خلاص أنا هاي أحبه ولا مش تهيت بس جرب ابنك قل ما رأيك يا ولدي لو يعني نفعل عليه يعني زي التمثيل زي التمثيل أيوة رحم والدك أفتهم لي ايوه هذا الحين ظهر لي ظهر لك الحمد لله انه ظهر لك خليه يجي وبعدين لما يجي قول له يا ولدي افتر هو ما عاجي الا مغرب يمكن انك ما جاي اي حين ما جاي جابرك هذا تمام الحين ما جاي انا بجابره اي حين ما جاي بجابره واكلمه بكل حاجه بس على ما بين اقول لك حلي قول يا ولدي افتر او كفاجه كفاجه اهلا 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 بنور بنور اي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا الله اهلا والله والله بس 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 يا ولدي بس 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 يا ولدي بس 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 يا ولدي انا اشوف على طاعه بس يا ولدي خلاص بس 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 يا ولدي بس يا بقعد لي منك خير ثلاث اشهر ما عاد والله انا عاد ما شايفه عاد عاد امس والله انه اول من امس يحبني هكذا وعسل جلس جلس حياك الله مثل البرده مثل البردة ها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على شفت شفت على ولد ما شاء الله شفت ولدي ما بس يا ولدي يا الله بيحرجني البرد يا ولد ما من إلا أنت يا ولدي بسمع بس يا ولدي فجعتني فجعتني من كثر الطاعة بتفجعني يا باب من إحنا جاك ما أقول لك من إحنا جاك اسمع يا ولدي بيتوا لك إشاعات ايش قال لك انه به واحد انه عيال حضر دوره وبعدها جاء قتل ابوه وهذاك جاء قتل امه يعني من هذا الخبر هذاك الدواعش بيطلعوا من هذه الخزعبلات ولا ما بيش ما بيش من هذا يا بصل اللي على النبي المنكر صحتك بس يا ولدي طيب يا ولدي فرض 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 مثلا ايش افرض وانا افرض يا با يا الله ايش افرض لك هذا جرب افرض مثلا ان انا تكلمت على السيد الله يحفظه مثلا ما عاد تكلمش على السيد يا ابا افرض ما عاد تكلمش علي ليش عاد تكلم علي صحيح ما عاد تكلمش معاش افرض تكلمت وقلت حاجه ولا شيء يا با ما عاد تكلمش علي ليش عاد تكلم علي لا لا ما برد لك من المزح هذا معي افرض ان انا تكلمت مثلا مثلا وغلطت مثلا ما عاد تكلم علي ليش عاد تكلم علي افرض افرض يا ولدي ان انا مثلا تكلمت قلت يا السيد كذا قلنا ما عاد تكلمش علي ليش عاد تكلم علي للي ما عاد تكلم علي ليش عاد الداري الرسول الرسول لما كان يغلط علي من كان يغلط علي كان يقتله هذا الرسول وهذا هو ابنه انت تعرف الرسول ايوه اعرفه كذاب لكفك لن تعرف الرسول لو انت تعرف الرسول عدل ان هذا ابنه قلنا لك مدري مالك اليوم هو عمل هذا عقلي والده انا داري بتساير لك الصعاليك والصياع والذي حين قم اخرج من بيتي اجلس اجلس يا ولدي اجلس اجلس هذا السبب قم اخرج من بيتي يا اخي اجلس ما تختار انا للشيبه هذا أجلس. خرج من بيتي قم اخرج عاد قم اخرج اخرج من بيتي جاي يدي الافكار المغلوطه هذا وداعش انا شاك انه داعش هذا مشو حق ترى ما تكونش تصدق لهم هؤلاء ما لك كلبت يا ولدي كيف بيقول لك نغلط على السعيد مجنون هذا عيش الكلام هذا
طيب افرض ان الواحد حاكى وقال على السيد وقال حاجة. أبا ها ما تشتي؟ ها ما تشتي؟ ايش مشتي؟ احنا بين قد احنا وحدنا ذا وحدنا احنا وحدنا ايوه. افرض ان انا تكلمت وسبيت السيد. ما نفرضش، ما نقدرش نفترض، ما نشتيش ندخل في ذات الله، افهم يا أبا. ايش دخل ذات الله يا ولدي؟ قد بتدخل، ما هو الكلام حق، ايش تجي تفرض؟ انا اشتي ايش تجي تفرض؟ يلا تكلم، ايش تجي تفرض؟ وخر الآن اتكلم وخر الآن ماشي. أو أنا بعيد بعيد ما ولا شو أقعد بكشي. إحنا أب وابنه ستي غرو. فرض سكا وريني فرض هيها فرض لو سمعت قوالا بي. أها فرض فرض. أنا منو أقول منو أقول فرض فرض. أيوة أيوة فرض فرض وريني. هذا هذا كيف على يا ولد. هادي فرض. أنا شكت فرض. ما تدري كيف فعل. ما أدري ما لك أنت والله على. هتصدق الكلب من الكلب هذا؟ هذا داعش يا الكلب. سفي. كلب. العملية. ما حد يفرض هكذا. العملية. العملية. أيوة داري إنك فعلت عملية غير قد بدي أطفر وضلك. أفرض له أنا الوصل. أيه أفرض. قلت لك كم فترة هكذا وأنت مدري ما في. والله ما في نفسي ولا في نفسي شيء. السيد هنا. وما هو هذا الكلام؟ على فرض. لا تفرض. ولا تخلي أحد يوصلك المرحلة إنك تشيط تفرض أو يدخل في لا تسمعش لحد. ولا عاد تفعل. اسمع يا ولدي أصلحك الله. عاد اجلس بالبيت بعد ما جلست ما شاء الله معك بعد أصحابك قلت لك لا تكون سايرة ولا صعالي صيع من البيت للجامع للبيت لا تنشر معه ولا قليلا التبية. أنا فأنا حوذي وأنا مع السيد. وليش بتفرض لي؟ الله لعنة الله. حوذي قال لي افرض. وين تصدق الجاهل تصدق؟ يعني لو واحد يقول لك افرض انه تقول له انا وقال ولا تقول لهم اف ولا قال افا لكن السيد قال لهم دبم. خلاص 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 امنت. قوم العب انا قد شمت شيء قد شو الا انا قوم بطل لك الخزعبلات هذا. يا اخوي ما انت كنت حب ركبي وقد هذا ها؟ لا قبل السيد بشويه وصلنا لعند السيد ما خلاص خلاص بس يا ولدي خلاص خلاص ما نذي يفرض الله يلعن ذا. تجلس في البيت بقوانينه وادبه واحترام السيد سيدي ومولاي ولا الله معك تنقلع. حاضر يا ابا. ما عاد مش فروضه ما حط فروض ولا تسمع لحد يقول لك افرض مثلا لو هذا سيد ادري ايش علي سيد كذاب عيال كلب كذاب عيال كلب وكلب ابني كلب اللي يصدق الله يلعنك. تمام تمام قم. اي حاضر العمليه خليني اجي. اي العمليه وقد بدي اي فرض جاي يتفرض داخل بيتي الحذاء عادي بالزه نزل الحذاء واخذه بالزه. والله انك من اطيب الاولاد. اه طيب طايع ايش كلامك طايع لسيدي ومولاي. قلنا عن احترمك قدام الناس وكذا لكن لا عند سيدي جرع وتجي لك الدناعة تغلط على سيدي. تربية تربية ها ها لا عاد بصيرك تدخلنا ولا للبيت جاي يغلط على سيدي ومولاي. المعذرة منك يا سيدي المعذرة منك يا سيدي حسين ويا سيدي عبد الملك انهم وصلوا وتجرعوا لهذا الكلام. لعنة الله عليك انت ويا بوصيك الحذار الحذار طفلك علمه في الصغار المطلوب دنيا ودين. يا ابو الطفل يا ابو الولد ابنك تابعه وتبعه ام بي سي الوين بيروح وتفقد منو صاحبه بي بي جالسه كل حين. يا ابو الطفل يا ابو الولد احمه دايماً
لا يجمع مجال الغواء ولا يلحق الحوثي. يا مطل يا ابو الولا شوفه اش درس واش قري ولا انا بري مبتري. لا يقرا من الملزمه بطبعه عيال الذين. يا مطل يا ابو الولا صلحه ادعي ربنا يصلحه دوما ورشده وانصحه يسلك في خطى الطيبين. يا مطل يا ابو الولا اغرس فيه حب الوطن من صغره وحب اليمن كي يبقى طوال الزمان رافع همته والجبين. يا مطل يا ابو الولا لا يتبع عيال الحرام أفنى عطلة والدوام من قبل الندم يا ظني. لابنك غلط والتشديد برضه غلط الامر افضل بالوسط اني لك من الناصحين. يا مطل يا ابو الولا ابنك انت بيخدعه الحوثي يشله معه عايز يجه الى المعمعه يقرح جو باول كمين. يا مطل يا ابو الولا احسن التربية يطلع لك مياه بالمياه يتنفس هوى الحرية متحدي ظروف السنين. يا مطل يا ابو الولا ازرع ازرع في صباه القيم تفخر به جميع الامم شامخ في مكانه اشام صادق في كلامه امين. يا مطل يا ابو الولا لا إله إلا الله جل كل شيء لا إله إلا الله نهب كل شيء لا إله إلا الله أهم شيء سيدنا مطز في كل شيء لا إله إلا الله ما عد بكوا لنا شيء لا حول ولا قوة إلا بالله. ومفراغة أيوة والله إنها غاغة غاغة ومفراغة أيوة والله إنها غاغة غاغة ومفراغة لا عاد نظام يمشي ولا قانون
العدل ضايع والقضاء معجون. لا عاد نظام يمشي ولا قانون. أيوة أيوة. والعدل ضايع والقضاء معجون. أيوة. والأمن ما بش كل شي من دون. كله بفضل الحوثي المجنون. مبنى بلا طلاب بدون حارس. لا علم لا تعليم قد المدارس. مبنى بلا طلاب بدون حارس. والطفل ذي عاده بصف خامس. والطفل ذي عاده بصف خامس. قد هو في الجبهات والمدارس غاغة. والله انها غاغة ذي في اليمن غاغة. والقتل عادي من قتل يقتل عادي. والباب مفتوح من دخل يدخل, يدخل. وابو من شل قالوا شل. وابو من شل قالوا شل. والشعب جاوع ما لقي ياكل غاغا 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 غاغا